بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على المغصوب حقها، السلام على الممنوع إرثها، السلام على المكسور ضلعها، السلام على المدمي جنبها، السلام على المسقط جنينها، السلام على سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا. ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خالفوا كل ما به جاء طه، وهو إذ ذاك ليس بالمقبور، عدلوا عن أبي الهداة الميامي إلى بيعة الأثيم
كفوري. قدموا الرجس بالولاية بالأمر على أهل آية التطهير. لست تدري لم أحرق الباب بالنار. قول يا سيد ليش؟ لست تدري لم أحرق الباب بالنار. أرادوا إطفاء ذاك النور. لست تدري ما صدر فاطمة ما المسمار. ما حال ضلعها المكسور. بعد ما سقوط الجنين. ما حمرة العين. ما بال قرطها المنثور. دخلوا الدار وهي بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور. واستداروا بغيا على أسد الله سلمان لما رأى أمير المؤمنين بتلك الحالة. ما تمالك نفسه قال أيصنع ذا بهذا؟ هذا علي يا ناس، هذا داح باب خيبر، هذا الذي تفر الفرسان من خلفه من أمامه، أيصنع ذا بهذا؟ فوالله لو أقسم على الله لانطبقت ذه على ذه، يعني لانطبقت السماء على الأرض. واستداروا بغيا على أسد الله فأضحى يقاد قود الأسير. جاوينها الزهرة والبتول الزهراء في إثره تعثر في ذيل بردها المجرور. ودعتهم خل ابن عمي علي أو لا أشكو إلى السميع بصيري. ما رعوها بل روعوها ومروا بعلي ملببا كالأسير. مدت على الهام اليمين رجت الكون. الله، الزهرة تريد تدعو عليهم. يقول سلمان رأيت حيطان المسجد ارتفعتها. مدت على الهام اليمين رجت الكون والنايت شعبتك القلب والنت المحزون. ورفرف عذاب الله وغدا وكلهم
يلوجون ما بقى غير الوصية وسلمان واثنين. سلمان أسرع إلى فاطمة، نادى أمير المؤمنين، أسرع إليها قبل أن تدعو على القوم يا سلمان. حيدر ينادي قوم للزهراء يا سلمان، وقلها يا بنت المصطفى يا خيرة النسوان، تدرين أبو إبراهيم رحمة من الرحمن، لازم يا زهراء على الهضم كلة الصبري. سلمان كسروا ضلعي صبارت، أسقطوا جنيني صبارت، الآن يريدون أن يتموا أولادي يا سلمان. قل لها صبري وردت عليه بقلب محزون، قل لها صبري وردت عليه بدمع منثور، لولا الصبر خليت كل العالم تمور. ليش يا زهرة؟ سقط جنين من الحشا والضليع مكسور، ساط يا سلمان العبد والرمل متنى، جنك ما تدريش صار يوم الدخلة والدار، من شدة العصر نبات بالضلع مسمار، وهون علي اللي جرى طلعة الكرة، يمشي مهبط والدمع يجري من العين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ومن خطبة سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام في نساء المهاجرين والأنصار: أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن سبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وقرع الصفات وصدع القنا، وخطل الآراء وزلل الأهواء، ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا جرم فلقد قلدتهم ربقتها، وحملتهم أوقتها، وشننت عليهم غارها، فجدعا وعقرا وسحقا للقوم الظالمين. ويحهم أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة،
ومهبط الوحي الأمين الطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. ووالله لو مالوا عن المحجة اللائحة أو زالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم إليها ولحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يمل راكبه، ولأوردهم منهلا نميرا صافيا رويا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانبا، ولم يكن يتحلى من الدنيا بنائل ولا يحظى منها بطائل غير ري الناهل وشبعة الكافل. طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عدة أشخاص زاروا مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في مرضها الذي استشهدت فيه. الزائر الأول، ولعله تكررت زيارته للسيدة الزهراء مراراً من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن استشهدت بأبي هي وأمي، تكررت زيارته أكثر من مرة ومرتين وثلاثة. زار السيدة الزهراء عليه السلام خصوصا بعدما إضافة إلى أذاها وحزنها على أبيها رسول الله، إضافة إلى ذلك أصابها ما أصابها من القوم. هذا الزائر تردد كثيرا، وهو أمين الوحي جبرائيل عليه السلام. الرواية معتبرة السند عن أبي عبيد الحذاء يقول: لما مرضت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، أو نص آخر: لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله، اغتمت فاطمة على أبيها غما شديدا، فكان جبرائيل ينزل عليها يسليها. شلون يسليها؟ فيحدثها ويؤنسها فيخبرها عما كان وما سيكون من أحوال الأمم والملوك وما سيجري على ذريتها إلى آخر الزمان. فكان جبرائيل يتكلم وفاطمة تسمع وعلي عليه السلام يكتب، فتكون من ذلك ما عرف بعد ذلك بمصحف فاطمة. فمصحف الزهراء سلام الله عليها تقدر تعبر عنها بأنها دورة تاريخية، تاريخ أخبار مغيبات. لا يوجد في مصحف فاطمة أحكام شرعية، لأن الأحكام الشرعية
كانت تامة قبل وفاة رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله نزلت على صدره الرسالة كاملة، كانت أحكام مجملة، بعضها كانت أحكام مجملة، كان أهل البيت يقومون بتفصيل تلك المجملات، فما يحتاجون إلى نزول جبرائيل بتشريع جديد وأحكام جديدة، كلها أحكام موجودة مختزلة عند أهل البيت عليهم السلام، ما يحتاج ينزل جبرائيل يبين حكم جديد. الرسالة كانت خاتمة، فما كان نزول جبرائيل بعد رسول الله نزول تشريع، حتى ننتقد لأننا نقول بنظرية مصحف فاطمة ونزول جبرائيل بعد رسول الله. نعم، بعد رسول الله امتنع جبرائيل من أن ينزل نزول تشريع، لكن كان ينزل نزول آخر، نزول تشريف، نزول زيارة. الملائكة تنزل بعد النبي لو ما تنزل؟ تنزل، أكو ملائكة حفظة، أكو ملائكة محيطين بقبر أبي عبد الله، أكو ملائكة تنزل نزول تشرف تلتقي بالإمام المعصوم، هذا ماكو مانع منه، بس ما بي تشريع. ما ينزلون الملائكة نزول تشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن شنو كان هذا النزول؟ كان نزول تسلية، كان نزول إخبار بالمغيبات وبالتواريخ والأحداث. ولهذا أهل البيت سلام الله عليهم في أكثر من موطن، أكثر من موضع، تكلموا واستشهدوا بمصحف فاطمة. من ذلك لما راحت الدولة الأموية، تصرمت أو كانت في بداية سقوطها، وتدري صارت الثورة العباسية، استعان العباسيون بالعلوي من بني الحسن، من أبناء ذرية وذرية الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، ومنوهم، قالوا لهم إحنا إذا انتصرنا نعطيكم شيء من الخلافة، نعطيكم كراسي، نعطيكم مناصب. الإمام الصادق سلام الله عليه إمام معصوم، إمام ينكشف له الغطاء، فما ينخدع بها الكلمات. فكلم أبناء عمومته من ذرية الإمام الحسن، قال لهم لا ترحون، ترى الجماعة هذا مخطط قصون عليكم، ما سمعوا الكلام. بعضهم اتهموا الإمام الصادق عليه السلام بالحسد، قالوا له أنت تحسدنا. فقال لهم لقد قرأت في مصحف جدتي فاطمة، شوف، أنه ليس لكم يا بني الحسن في ملك بني العباس نصيب. خلاص. ولذلك بعض العلماء يجون يفسرون أحد وجوه حجية الزهراء، نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حج علينا، وحدة من وجوه الحجية لها معاني، وحدة من وجوهها أن الزهراء عليها السلام كانت عندها مصادر، هذه المصادر كان أهل البيت يستشهدون بها، من جملتها مصحف فاطمة، لأن الزهراء عليها السلام عندها خمسة مصادر، خمسة أشياء عندها. مصحفها، مصحف فاطمة هو هذا الدورة التاريخية، وعندها ما يعبر عنه في الروايات بالكتاب، كتاب فاطمة، هذا أحكام شرعية أخذته إملاء من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندها كربة فاطمة وحريرة فاطمة، كربة وحريرة كان فيها أحاديث كتبتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صار مصحف وكتاب وكربة وحريرة، وعندها صحيفة فاطمة، هذه اللي يذكرها الخزاز في كفاية الأثر، الرواية عن جابر الأنصاري يقول دخلت على الزهراء سلام الله عليها فأخرجت لي صحيفة تشع نورا، فنظرت فيها أردت أن آخذها، قالت لا يا جابر، لا يلمسها إلا نبي أو وصي نبي. نظرت فيها وإذا فيها أسماء الأئمة الاثني عشر نزل بها جبرائيل على صدر محمد.
إذن الزائر الأول كان هو جبرائيل عليه السلام. الزائر الثاني ممن تفقد مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها سيدتنا ومولاتنا أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، هذه المرأة المؤمنة الصالحة الموالية إلها فرد موقف مشرف يا إخوان. أم سلمة إلها موقف في غاية التشريف وحقيقة تأريخ ذو شجون. واحد إيش يحكي وإيش ما يحكي، شي يخلي شي يقول، لكن أذكر لك هذا الموقف. الزهراء عليها السلام خو خطبت في القوم، عندها خطبة معروفة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان عنده استدلال مع القوم لما أجى إلى المسجد وخاطب الرجل، قال له يا فلان لما أخذت فدك من فاطمة؟ قال له يا أبا الحسن فدك فيء للمسلمين، فإن جاءت فاطمة بالشهود أعطيناها فدك وإلا تبقى للمسلمين. قال له أسألك سؤال، شوف استدلال إمامك أمير المؤمنين. قال له أسألك سؤال، لو كان هناك شيء عند المسلمين في يد المسلمين وأنا علي بن أبي طالب ادعيته لنفسي، قلت لي ممن كنت تطلب البينة يعني الشهود؟ شيء موجود عند المسلمين أنا أجيت قلت هذا إلي، ممن تطلب الشهود والبينة؟ قال منك أطلب. قال فما بالك تطلب الشهود من فاطمة، كانت فدك في يدها، كلكم تعرفون تتصرف فيها، الآن اجت دعوة جديدة أنها للمسلمين، صاحب الدعوة عليه يجيب الشهود مو الزهراء اللي كانت عدها فدك. قال يا علي لا طاقة لنا على نقاشك، لو تجيب شهود لو خلاص في مال. قال له أنا بعد عندي بس سؤال. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه ما جاي هم يريد ياخذ فدك أصلا، اللي يقرأ التاريخ يعرف يريد أن يقيم الحجة، أكو مساكين قاعدين، أكو ناس ما بسطاء ما يفتهمون، يريد يفهمهم أمير المؤمنين، يريد يبين لهم الحق، وهذا أهم دور للإمام أن يزيل الرين عن الحق يظهر الحق. قال له أسألك سؤال واحد، آية التطهير المسلمين قاعدين في لمة من المسلمين قاعدين سمعون، آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في من نزلت؟ فينا ومنا فاطمة أو في غيرنا؟ قال لا فيكم ومنكم فاطمة. قال لنزيه لو أن شهودا شهدوا على فاطمة، ترى صعب على علي أن يقولها، لكن ما دام المقام مقام هداية فما يخالف. لو أن شهودا شهدوا على فاطمة أنها ارتكبت الفاحشة ما كنت صانع. قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على سائر نساء المسلمين. قال إذن كنت عند الله من الكافرين، لماذا؟ قال لأنك رددت شهادة الله بإذهاب الرجس عنها، استوك تقول نزلت بالزهرة، وتقبل شهادة الناس في أنها ارتكبت الفاحشة كما رددت شهادة الله ورسوله بأن فدك عندها وتطلب شهادة المسلمين. تدري شنو صار؟ فدمدم من في المسجد كل يقول الحق مع علي وفاطمة، فصعد على المنبر. ارجع إلى شرح النهج لابن أبي الحديد جزء 16 إذا ما خانتني الذاكرة صفحة 221 فصاعدا، فيها الحدود 216 هذا البحث إلى ما بعد 221. صعد على المنبر قال أيها الناس ما هذه الرعة إلى كل قيل، إنما هو ثعالة شهيده ذنبه مرب لكل فتنة، هو القائل كروها جذعة بعدما هرمت
يستنصرون بالضعف ويستصرخون بالنساء كأم طحال أحب أهلها إليها البغي. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي، هذا مو من ربعنا، يقول هذا الحكي المن، يقول ما استوعبت، رحت إلى أستاذ النقيب أبي يحيى زيد كذا، قلت له شوف بالله هذا الكلام، هذا المن. أطرق برأسه قال هذا في علي بن أبي طالب وفاطمة. قلت له ألي مثل علي قالوا هذا الكلام؟ قال إنه الملك يا بني. ثم سألته شنو يعني ثعالة؟ قال له يعني ثعلب. قال له فمن هي أم طحال؟ يقول كأم طحال. قال أم طحال كانت أزنى أهل زمانها. أنا شاهدي وين؟ شاهدي بأم سلمة. أم سلمة قاعدة في قسم النساء، من سمعت هالحكي ما تحملت، شوف الموقف، قامت من مقامها وخاطبت من على المنبر، قالت له ألي مثل علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وزوج البتول يقال هذا الكلام؟ ألي مثل سيدة نساء العالمين فاطمة بضعة رسول الله يقال هذا الكلام؟ يقول ابن جرير الطبري في دلائل الإمامة فحرمت أم سلمة عطاءها من بيت المال. أم سلمة اجت تتفقد الزهراء في مرضها، قالت كيف أنت يا بنت رسول الله؟ قالت أماه، شوف شو تخاطبها، أماه أصبحت بين كمد وكرب، فقد النبي وظلم الوصي، هذا الكمد وهذا الكرب، فقد النبي وظلم الوصي. بعد ممن زارها وطلب زيارتها الأول والثاني الشيخان، جاء إلى أمير المؤمنين لما سمع بأن فاطمة مريضة عليلة، طلب زيارتها، يا علي استأذن لنا على فاطمة فقد أغضبناها. اجى أمير المؤمنين، يا أم الحسن يريدون يمروك الجماعة. أبت فاطمة، قال ولكني وعدتهما. قالت أما وقد وعدتهما فالبيت بيتك والنساء تتبع الرجال، ولا أغصبك على شيء تكرهه. ترى يا إخوان كل حركة وسكنة من كلمات أهل البيت درس عبرة، حتى في هالكلمة الزهراء اسمع شو تقول، تقول أما وقد وعدتهما فالبيت بيتك والنساء تتبع الرجال، ولا أغصبك في شيء على شيء تكرهه. هذا مو بيان لأن المرأة دون الرجل، هذا تصنيف يا إخوان، تصنيف، تصنيف للأدوار. الرجل إلى دور والمرأة إلها دور، وإذا كل واحد عرف دوره شنو مشت الحياة على سعادة. وبمجرد أن يختل الدور يريد الرجل يقوم بوظيفة المرأة أو المرأة تريد أن تقوم بوظيفة الرجل ضاعت الأجيال. الله وكيلك، كنت تعرف قصدي. دخل فاطمة اللي ما كانت تقدر تتحرك يا أخوان، أدها ضلع مكسور ما تقدر تتحرك الزهرة. الرواية تقول كانت تنتظر علي بن أبي طالب يطلع حتى تطلب من فضة وأسماء يقلبوها. ليش؟ لأن إذا قلبوها تئن، ما تريد علي موجود ويسمع أنتها. الزهرة اللي ما تقدر تتحرك بمجرد أن دخل أدارت بنفسها إلى الحائط. سلم فلم ترد عليهم السلام، فلم ترد عليهم السلام.
قال الأول: يا بنت رسول الله، عزيز علي، في مضمون الكلام موجود على اختلاف النسخ، يعز علي فقد رسول الله، وقد تمنيت لو كنت قد مت قبله، وإنك عندي أفضل من ابنتي، أفتراني أغصبك أو أظلمك؟ ولكني سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. قالت: يا علي، والله إني لا أكلمهما كلمة من رأسي حتى أسألهما عن شيء سمعاه من رسول الله. قالا: بلى، قولي يا بنت رسول الله. قالت: أنشدكم الله، أما سمعتما رسول الله يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من ظلمها فقد ظلمني، من سرها فقد سرني. روايات كثيرة بهالمعنى: يغضبني ما يغضبها، يرضيني ما يرضيها. قال: اللهم نعم. قالت: اللهم فاشهد أنهما آذياني وأغضباني وأسخطاني، ولست راضية عنهما حتى ألقى رسول الله وأشكوه إليهما. فقام يبكي يدعو بالويل والثبور. قالت: والله إني لأدعو عليك في كل صلاة. وممن زارها نساء المهاجرين والأنصار. والزهراء انبرت. هذه المقطع من الخطبة ألقيته على مسامعكم الكريم، نفثت آهاتها: خذلان الرجال لعلي بن أبي طالب، وبيان في نفس الوقت مقام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أنصار بايعوا رسول الله على النصرة، قالوا له: يا رسول الله، شو تريد من أجر؟ إحنا حاضرين. نزلت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الرواية تقول 40 يوم أمير المؤمنين سلام الله عليه يدير فاطمة على بيوت الأنصار، يستنصرهم ولا من مجيب، ولا من مجيب. تدري شنو اللي ألم قلب فاطمة؟ تدري شنو اللي قهر قلب فاطمة؟ عبالك أخذ أرض فدك؟ لا والله، اللي أذى قلب فاطمة أنه ما روعي قدرها، جهل قدرها. الشيخ الكمباني الأصفهاني عليه الرحمة يقول: له في لها لقد أضيع قدرها، حتى توارى في الحجاب بدرها. هذه نسمة من نسمات رسول الله. يا أخي، المرء يحفظ في ولده. أفرض مو إلها أي حق، فرضا وفرض المحال ليس بمحال، أفرض ما إلها أي حق، يا أخي كرامة لرسول الله. أنت تدري النبي شقد كان يحبها؟ عائشة تقول: كان إذا دخلت فاطمة على رسول الله مو مرة ومرتين وعشرة، دأب النبي يقوم من مقامه، بعد يمشي إلى الباب اثنين، بعد ياخذ إيد الزهرة يقبلها يجيبها يحطها في موضع. فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، يغضبني ما يغضبها، يرضيني ما يرضيها. ترى والله حتى المسلمين كانوا يعرفون مقام الزهراء يا جماعة، كلهم يعرفون مقامه، كلهم كانوا عايشين على بركتها. عائشة تقول: كنا نسلك الخيط في سم الخياط في الليلة الظلماء على نور وجه فاطمة. وهذا النور شنو صارت آخرتها؟ يقول: استقبلتني بوجه أعشى نوره بصري، فرفعت يدي ولطمتها على خدها. هو يقولها، يقول: لما أحسست أن فاطمة بين الباب والجدار، اتكأت بظهري على الباب
وضعت رجلي عند مغلق الباب وصرت أعصرها بين الباب والجدار. يقول فسمعتها أنت أنه أحسست أن السماء ستنطبق على الأرض. طاحت الزهرة على الأرض. أسألك شنو صاحتها؟ يلا وجه قلبك، ما أريدك تبقى هنا، أريد هنا جسمك وروحك. وين؟ بالمدينة. بس لا تسألني وين بالمدينة، ما أدري وين قبر الزهرة. وهذا الشاعر يوصي الزوار: يا الذي للبيت عاني وقاصد زيارة نبينا، برقبتك هذه أمانة من تصل لأرض المدينة، انشد الوادم بعبرة وصيح قبر الزهرة تشاوينا. لكن انت روح هناك بروحك، اسرح بخيالك، تريد توقف عند قبر النبي، تريد توقف بالبقيع، وإن ما توقف تبقى حيران. لما سقطت فاطمة على الأرض ما صاحت جنيني، أفاقت من غشوتها، ما صاحت ضلعي، ما صاحت عيوني، ما صاحت قرطي، صاحت فضة: وين أبو الحسن؟ وين علي يا علي؟ سيدتي أخاف أقول لك وين أبو الحسن وتموتين، أنا بعمري ما شفت أمير المؤمنين بهالحالة، شفت العمامة، هذا علي العمامة في رقبته يقاد بنجائد سيفه. راحت الزهرة وراء أمير المؤمنين وخلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء راسي، وما رجعت إلا وإيدها بإيد علي. اسمعها اسمع. قعدت الزهرة وجلس أمير المؤمنين، وإذا به يرى فاطمة قد أنزلت عصابة على عينها. نور عيني فاطمة، شنو هالعصابة؟ أدارت بوجهها ما أجابته، تدري علي كل آلام ومحن. نور عيني فاطمة، يا أم الحسن، يا بنت رسول الله، أخبريني عن شأن العصابة. ما أجابت. قام أمير المؤمنين بإيد الرأفة وإيد الحنان، كل محبة وعطف: يا علي يا علي. رفع العصابة عن عين فاطمة، وإذا بخمسة أصابع مطبوعة على عينها. اصرخ ونادي: وفاطمة وسيدتا. يلا عاد أريدك تونها. هنا بدأت الزهراء تشكو لعلي، تسولف العلي، بعد شاف العين الحمراء قل له: مدري شفتني يا علي، لو ما شفت حالي متحيرة أعدل حجابي والعدوق با الله يداحي الباب ترضى يضربوني. ما مقبول منك هاي الونها، أطمع منك أكثرها، بس ما لذت بالباب يا علي، بس ما لذت بالباب يسترني بدل لقنا. توجه على الباب وعصرني وكسر الآب. الله الله يا داحي الباب ترضى يضربه. أولي وانت تشوفه يا علي
يدخل علي الدار. عذرا يا سادة ما قلت ينظر زوجتي ولا هي عليها أخمار. الله 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 يا دا ترضى يا ضير. بعد سامحني إذا هالبيت يألم قلبك. ولي أمر على عبده بساطة يا علي يضرب امتو. إيش سوى؟ ردوا رفع ايده وسطار يا حدر عيون. الله يا داحيل با ترضى يا ضير. أنا أريد أوديك الليلة إلى زينب، بس اسمع مني هالكلمة حتى أوديك إلى العقيلها. ما أدري يا جماعة يا أهل المرخ الطيبين، الله لا يفجعكم بعزيز، أنتوا ديرتكم ديرة أخرى، خصوصا الكبار آبائنا. ما مر على ذاكرتكم هم أكو علوية سيدة بنت رسول الله صار القرار شيعوها بالليل؟ صار لو ما صار لأي سبب أو لآخر، والله حتى لو منتصف الليل يطلعوني شيعوها، يقول لك هذه بنت رسول الله كرامة لرسول الله، شلون ما نطلع نشيعها؟ لكن يا جماعة أكو وحدة بنت رسول الله أخرجوها ليلا وما شيعها إلا ستة نفر. هذه فاطمة، فاطمة طلع أمير المؤمنين ويا كم واحد من أصحابه وبس، ما حد طلع يشيعها. لكن المصيبة وين؟ المصيبة زينب واقفة على الباب تنظر جنازة أمها طلعوها من الدار. الحسن والحسين طلعوا بعدين رجعهم أبو ذر، بقت زينب وحيدة في الدار. أغلقت الباب أول ليلة البيت خالي من أمها. مرحومة هالدمعة، مرحومة هالعبرة، والله ما تترككم الزهرة. نظرت زينب إلى مصلى أمها فارغ، نظرت إلى فراش أمها فارغ. وين اجت؟ وين اجت زينب؟ اجت جلست في مصلى أمها، أمسكت مقنعة أمها الزهرة صارت تشمها وتقبلها. شدقي لها يلا عادها، أريد دمعة وصوت. يما وينك شل شل الليالي بظلامك. أنا أخاطب الأولاد هالشباب، إذا عندك أم باقية بصحة روح قبل رجلها. الله لا يفجعكم بأمهاتكم، اللي عنده أم توفية يترحم عليها. ترى زينب في ليلة دفن الزهراء ظلت وحدها بالبيت بدون أمها. يما وينك تلتل الليالي بظلامك. يما وينك الليل ما أقدر أنامك. محتاجت لك يمه. يمه وينك والدهر صوبني بسهامه. يمه وينك صرنا من بعدك يتامه. تتحمل؟ يمه وينك بخدك السطرة علامة. بينما هي باكية نشيجها تبكي زينب، وإذا بيد عطوفة تمسح على رأسها.
تجلس زينب في حجره، التفتت زينب وإذا هو أبوها علي. علي بني زينب، إذا أنت فاقدة أمك أنا أصير لك أبو أم، أنا كل أهلك وكل حياتك بنية. أنا ما أدري زينب عليها السلام إيش سوت تلك الحالة، التفتت لأبوها لسان حالها تقول لأبويا ترى أنا لما أنت طلعت للمسجد والحسن والحسين طلعوا ما كانوا موجودين، أنا ترى سمعت شلون أمي طاحت، أنا شفت شلون انكسر ضلع أمي، شلون ما أبكي على أم الزهرة وضلعها مكسور. ضمها أمير المؤمنين إلى الصدر، بني بني هذا ضلع واحد وهذا حالك، إذا شي يصير بحالك يا زينب إذا سمعتي تكسير أضلاع جدك الحسين أخيك الحسين من تحت حوافر الخيل. تدري امتى زينب شافت تكسير أضلاع أخوها الحسين؟ خلصت بعدها، أخذ حاجتك من كلمة الدعاء. تدري امتى؟ من وقفت زينب على ذلك الجسد السليب المذبوح، صاحت أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد؟ جاوبوها لو ما جاوبوها، جاوبها ابن سعدها أبيات الدعاء. ظلت تنادي زينب ودموعها همالة، شالوا الجنايز كلها وحسين ما حد شاله. مأجور مأجور أبيات الدعاء، شاركني أنا خلصت قراءة، الآن القراءة عليك. لما نسمعها بن سعد صاحب عجل لبوها، قلبه الحسين على القفا وجنازة رضوها. عذرا يا صاحب الزمان، طلعت خيول عشرة، يقول الإمام كلهم أبناء زنا هؤلاء الخيال. طلعت خيول عشرة يا عظم ذيك الساعة، داست على كنز العلم وتكسرت أضلاع. ظلت تنادي زينب والصوت منها عالي، يا ابو علي سامحني حرمة بلي والارض المدينة توجهت تحكي ويا امها الزهرة، يما تشوف الغالي الخيل داست صدر. خويا ابو علي خويا حسين كل ميت كل ميت، اذا من مات ياهي تصير زلزاله، ناس تفصل اجفانه وناس تجيب شياله، بس تجهيز اخويا حسين داس الشمول. يا بس معنى اليموت يجيه دفان دفان، يحفر لقبر ويفصل اجفان، ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب على الخيل. أحسين لا هنا بعدك عيشون، يا الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. عجل في فرج إمام زماننا، اجعلنا من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه.